أنا اتفزعت من الصريخ اللي حصل، بصيت في ساعتي، الساعة 2 بعد نص الليل، الدنيا دوشة بره وفي حالة فزع كبيرة جدا، كان لازم أقوم أشوف إيه اللي بيحصل بره. خرجت من الغرفة بتاعتي في نفس اللحظة اللي ياسر برضه خرج فيها من غرفته، مشينا لغاية ما وصلنا الحوش بتاع الموقع، العمال متجمعين في دايرة، ولما دخلت وسطيهم لقيت مشهد مرعب، جثة واحد من العمال مرمية في الأرض قريبة من البير ورأسه مش موجودة. تفتكر مين اللي يعمل كده او يعمل جريمة زي دي؟ وانا هننادي من المدفون ويلا بينا نكمل قصتنا النهاردة. الحكاية بتبدأ في 2009 في محافظة في مصر بدون داعي لذكر اسمها. كنا بنشتغل تبع لشركة مقاولات، وهنا تبدأ القصة. يا احمد انا لقيت حاجة. حاجة ايه يا ياسر؟ الحكاية بدأت لما ياسر بلغني ان لقي حاجة خشب واحنا بنحفر البير. نزلت في الحفرة علشان اشوف ايه اللي ياسر بيقول عليه ده. بدأنا نزيح التراب من فوق الخشب لغاية ما ظهر صندوق. الصندوق كان عليه قفل غريب قوي، تقريبا من زمن لانه ما شفتش زيه قبل كده. خرجت من البير علشان اجيب حبل ورميت الحبل لياسر علشان يربط الصندوق. بعد ما ربطته لقيته بيشد الحبل وبيقول لي اسحب يا احمد. حرارة الجو كانت فوق ان حد يتحملها، احنا متعودين على حرارة الصحراء، لكن الحرارة اللي احنا بنحس بيها دلوقتي مش طبيعية خالص، الجو كأنه مصهد. احنا فريق عمل بنشتغل في المقاولات والبترول، بنقضي فترة طويلة جدا في الصحراء بحكم شغلنا، متعودين على العيشة في الكامبات مثلا. لكن واجهتنا مشكلة من فترة ان حصة المية اللي بتيجي الكامب بقت بتأخر وبقت قليلة كمان، والناس مع الشغل وحرارة الصحراء ما كانتش بتقدر تتحمل العطش. وحصل قبل كده ان عامل توفى بسبب الموضوع ده. لغاية ما اقترحنا ان احنا نحفر بير مية يساعد في حالة مثلا ان حصل نقص في المية نقدر نخرج منه المية ونشرب. بدأنا نحفر البير واخترنا مجموعة من العمال كنت بشرف عليهم انا وياسر، وكنا مستعجلين ان احنا نحفر البير ده باقصى سرعة علشان نتفرغ لشغلنا الاساسي، وده ان بسبب كنت بساعد العمال انا وياسر بايدينا في الحفر. كنا قربنا ننتهي من الحفر، كان ياسر هو اللي تحت ساعتها بيحفر في اليوم ده، وتأخرنا والليل دخل علينا، العمال اخدوا راحة وكملت انا وياسر، واضطرينا نركب إضاءة علشان ننجز في البير. ما عادش فاضل غير حاجة بسيطة ونوصل للمية. في الوقت ده لقينا الصندوق اللي أمره كان غريب جدا جدا. أكيد محدش دفنه هنا، مستحيل حد يدفن حاجة على العمق دوت. واضح إنه من زمن بعيد جدا جدا، لأن عمر الخشب اللي في الصندوق معمول منه كبير جدا جدا، لأن الصندوق لمخزن الكامب. وحاولت أنا وياسر على قد ما نقدر نخلي الموضوع ما ينتشرش بين العمال في الكامب، لغاية ما نحاول نعرف إيه قصة الصندوق دوت. كملنا حفر عادي وركبنا ادوات البير وبقى جاهز، ولو احتاجنا له في اي وقت هيبقى اللي احنا نطلع منه مية بسهولة جدا. ومع انشغلنا نسينا موضوع الصندوق دوت لغاية ما لمحته بالصدفة في المخزن واحنا بنطلع ادوات محتاجينها. قربت من الصندوق بصيت له وسرحت شوية لغاية ما انتبهت على صوت خبط على الباب، خبط في الصندوق، قلت يمكن بيتهيالي لما سرحت، لكن لما ركزت تاني في الصندوق لقيته بيهتز. صوت العمال وهم بيقربوا خلاني ابعد الصندوق وخرجت من المخزن، لكن لقيتها بعد ما خلصنا شغل. قعدت مع ياسر وقلت له هنعمل ايه في الصندوق ده. ياسر بيقول لي اي صندوق؟ قلت له الصندوق اللي احنا لقيناه انا وانت واحنا بنحفر البير وحطيناه في المخزن. قال لي تصدق نسيته؟ ايه اللي فكرك بيه ده؟ اخدت بالي منه وانا في المخزن النهارده مع العمال. لما وقفت قدامه حسيت ان في حاجه زي ما يكون جواه صوت او بيتحرك او بيهتز، مش عارف، بس ممكن يكون بيتهيألي. فلقيته بيقول لي كلام ايه اللي انت بتقوله دوت؟ تعالى بينا نروح المخزن. ياسر كان اشجع مني، فتح باب المخزن ودخل وانا وراه. ضربنا كشاف النور في الطريق اللي بيودي للصندوق، واحنا كنا مخبيينه في اخر المخزن. ولما وصل هناك قبلي لقيته بيقول لي الصندوق مش موجود يا احمد. قلت له ازاي ده؟ انا اخر واحد خارج من المخزن والصندوق كان موجود، ومفيش حد معاه مفتاح المخزن غير، يعني هيكون راح فين؟ اختفى مثلا؟ ياسر كان لسه ما كملش كلام وسمعنا صوت خبط. التفتنا ناحيه الصوت، ضربنا الكشاف في النور ناحيته، الصندوق موجود في الارض في الممر اللي كنا ماشيين فيه. ولما دخلنا المخزن احنا مش كنا معديين دلوقتي من الممر ده وما كانش فيه حاجه موجوده. سؤال ياسر خلاني اخرج من ذهولي، ها حصل ازاي ده؟ ابتدينا نقرب من الصندوق وضربنا عليه نور الكشاف، واول مره اخد بالي من هيئه الصندوق مرعبه جدا، كمان الكلام اللي مكتوب عليه كان تحذير من اي حد يفتح. كان رأيي ان الصندوق يرجع مكانه في المخزن، طلبت من ياسر يشيله قصادي. رفعنا الصندوق ولكن اتفاجئنا ان وزنه زاد اضعاف. لقيتني بقول له الصندوق ما كانش تقيل. ساعتها ياسر قال لي
اكيد حد حط في حاجه. رد ياسر عليا استفزني، خلاني قلت حد مين اللي حط في حاجه؟ انت شايف بنفسك القفل سليم، كل حاجه في الصندوق سليم، ولو اتفتح كان هيبان عليه. الصندوق ما اتفتحش. بعد شويه تفكير ياسر قال لي لما جينا نشوف الصندوق لقيناه مختفي من مكانه، وبعد كده لقيناه في الارض في الممر اللي احنا دخلنا فيه دلوقتي، ولما جينا نشيله دلوقتي لقيناه اتقل من الاول بكتير بدون ما يتفتح. ده مش سبب كافي انه يفتح الصندوق ونشوف فيه ايه؟ في الحقيقه كلامه اقنعني، حاولت اشوف ايه اللي ممكن يفتح القفل القديم دوت، وكنت حريص اننا ما نكسرش القفل ده. بعد محاولات طويله قدرنا نفتح القفل. بعدها فتحنا باب الصندوق اللي اتفاجئنا لقيناه فاضي. الصندوق ده بيشتغلنا ولا ايه؟ لقيت السؤال ده طلع مني بعفويه. حتى ياسر ضحك، الموضوع غريب فعلا. كل اللي في الصندوق قطعه قماش قديمه جدا جدا، حتى لونها ما كانش واضح. كان ايه؟ والله مش فاكر، الله اعلم يعني، الله اعلم ان كان ملفوف في حاجه اصل غريبه. يبقى الصندوق والقفل والكلام ده كله على، والصندوق دوت على قطعه قماش كده يعني. ضحك ياسر تاني وقال لي الصندوق ده هينسينا شغلنا وهيعطلنا، تعالى نركنه في جنب ونروح نشوف ورانا ايه. قفلت الصندوق بالقفل زي ما كان. بعدها كل واحد مسك الناحيه رفعناها علشان نتحرك بيه ونركنه، لكن اتفاجئنا تاني ان بقى خفيف جدا، يمكن اخف من الاول كمان. واتفاجئت ان احنا الاتنين بنقول في وقت واحد، وبعدين بقى في الصندوق دوت. انا اتفزعت من السريخ اللي حصل، بصيت في الساعه لقيت الساعه 2 بعد نص الليل، والدنيا دوشه بره وفي حاله فزع. كان لازم اقوم اشوف ايه اللي بيحصل. خرجت من الاوضه بتاعتي في نفس اللحظه اللي ياسر برضو خرج فيها. مشينا لحد ما وصلنا الحوش بتاع الكم، العمال متجمعين في دايره، ولما دخلت وسطهم لقيت مشهد مرعب. لقيت جثه واحد من العمال مرميه في الارض قريبه من البير، وراسه مش موجوده. تفتكر مين اللي عمل جريمه زي دي؟ السؤال خرج مني بدون ما احس. طبعا ان احنا نبلغ الاداره باللي حصل، والمديره طلبت مننا نبدا الاجراءات، واولها ان مفيش حد يدخل او يخرج من الموقع، وطلبت ندور على اي تفاصيل لان اكيد الشرطه هتيجي هتحتاج كل دوت في تحقيقاتها. واول حاجه عملناها اننا عطينا تعليمات الامن على البوابه ان ممنوع اي حد يدخل او يخرج، اي شخص مهما كان، لحد ما توصل الشرطه. بس انا كان عندي فكره ساعتها، قلت لياسر تعالى نعمل حصر للعمال اللي في الموقع، اللي هيكون مش موجود هو اكيد هو مرتكب الجريمه، محدش يعمل جريمه ويفضل موجود مثلا لازم يهرب. المفاجاه ان كل العدد كان كامل طبعا ما عدا العامل اللي اتقتل. هو ممكن يكون القاتل بالذكاء دوت يكون ارتكب جريمه وقال ان الهروب هيبقى اول طريق لادانته. وعلى بدايه النهار كانت الشرطه والنيابه وصلوا، عينوا مصلح الجريمه وحاولوا يوصلوا لاي دليل يدل على القاتل، لكن للاسف تحقيقات اليوم كامل ما وصلوش لاي نتيجه. معقوله القاتل كان بالذكاء دوت يخليه ما يسيبش وراه اي دليل ولا حتى طرف خيط؟ انا طول عمري اعرف ان مفيش جريمه كامله، لكن يا ترى مين مصلحته يقتل عامل غلبان؟ التحقيقات ما قدرتش تثبت اي حاجه على كل اللي في الموقع، ومستحيل يكون حد من بره لان في امن على البوابه. اللغز كبير جدا على فكره، هما يدوبك يومين ونفس الجريمه اتكررت تاني، وفي نفس المكان وبنفس التفاصيل وزي المره اللي فاتت. التحقيقات ما قدرتش توصل لاي حاجه برضه، اضطرينا نوقف العمل في الموقع رغم ان ده كان من سابع المستحيل اللي هو يحصل، لكن الاحداث الاخيره كانت كفيله تخلي المستحيل يتنفذ. بما ان انا وياسر مسؤولين عن الموقع اتكلفنا نفضل فيه، خلينا معانا خمسه من غير الامن اللي على البوابه. الشرطه بتيجي تحقق وقت للتاني، لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه مفهومه. وفي مره كنت قاعد بشرب شاي الصبح في نفس الوقت اللي ياسر قام من النوم، شد كرسي وقعد، لقيته بساله مش ملاحظ حاجه غريبه؟ فبيقول لي ايه الحاجه الغريبه اللي تقصد بيها بالظبط؟ قلت له الراس. قال لي الراس؟ راس ايه؟ تقصد ايه؟ قلت له الاتنين اللي اتقتلوا راسهم اتقطعت واختفت ومحدش قادر يوصل ليهم، هم راحوا فين؟ انا شاكك ان مرتكب الجريمه ده هو واحد. لا انا مش شاكك، ده انا متاكد من ده، بس هو مين الواحد ده؟ طب احنا ممكن نوصل له ازاي؟ كاميرات في المكان اللي حصل فيه الجريمتين مش متغطي باي كاميرات، ازاي فاتتنا حاجه زي كده؟ انا فاكر ان اول ما ركبنا الكاميرات حطيناها في الاماكن المهمه، ما كانش في اي ضروره اننا نركب الكاميرات في حوش الكامب. ولحسن الحظ ان الخمسه العمال الموجود فيهم موجود فيهم فن كاميرات، اللي خليته على طول بدا ان هو يركب الكاميرات في الحوش. ومن بعدها بقيت نقضي الليل كله قدام شاشه المراقبات انا وياسر، كان نفسنا نمسك طرف اي خيط في الموضوع ده. من وقت ما بدانا نزهق السهر قدام الكاميرات، لغايه ما صرفنا نظر عن الفكره دي ان احنا نرجع اصل الكاميرات في حاله لو حصل حاجه تانية. صدق طب لو قلت لك ان الجريمه اتكررت للمره الثالثه؟ اول حاجه فكرت فيها هي الكاميرات، جريت على المكتب اللي فيه شاشات المراقبه ولقيت ياسر سبقني هناك. بدأنا ندور في تسجيل الكاميرات من قبل وقوع الجريمة
كل اللي شفناه ان واحد من العمال كان ماشي في الحوش بالليل قرب من البير وفجأة واقف كان شايف حاجة قدامه بدأ يرجع ورا بالراحة، بعدها وقع على الارض وراسه انفصلت عن جسمه وبعدها اختفت. معقولة ان احنا شفناه دوت؟ ده مستحيل. حتى الشرطة كانت في صدمة وهي بتشوف تسجيل الكاميرات. اللي بيعمل كده مش قادرين نحدد هويته، مش عارفين ايه هو ده بالظبط اصلا. بعد اللي حصل ده طبعا طلع امر بخلاء الموقع تماما من كل اللي فيه بما فيهم انا وياسر والامن على البوابة والشرطة كمان، هي اللي بدأت تأمن الموقع دوت من بره بدون ما يكون فيه اي حد يدخل علشان ما يعرضش نفسه للخطر. والجريمة دي لحد دلوقتي مش مفهومة ولا من الامن ولا من النيابة ولا من اي حاجة خالص. ولو انت وصلت معانا لحد هنا فانا بشكرك على وقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. وما تنساش لو قصة المتابعة النهاردة عجبتك ان انت تعمل اشتراك في القناة لو انت مشتركتش، وتفعل زر الجرس وتخبط لايك وتكسر الدنيا كومنتات، وانت عارفين تعملوا ايه. فلتبقوا في امان. سلام.